حال أنا رحال وعاشق أنا الترحال ومن ديره وديرة جايب معاي سؤال رحال أنا رحال وعاشق أنا الترحال جايب معاي سؤال معلومة أو معلم ولا مثل ينقال واللي يجاوبني يبشر بطيب الفال معلومة أو معلم معلم ولا مثل ينقال واللي يجاوبني يبشر بطيب الفال ومن ديرة الطيبين كل يوم أنا اليوم أنا مساكم الله بالخير في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج المسابقات رحال. اليوم من قطر الحبيبة من ديرة الطيبين من قطر الغالية بنروح على جمهورية لبنان الشقيقة جمهورية لبنان لبنان بيروت. أسئلتنا حلوة أسئلتنا خفيفة نكلمكم وإحنا قاعدين لازم نفك الأحزمة يلا نقوم اي واحنا الحين يعني بعد شوي بنكون يمكن في السوليدير ابو جاسم قاعدين اكل الفواكه الطيبه الفريش شغل عدل الكنافه نسميها احنا نقول كنافه ها هي اسمها عندهم كنيفه كنيفه غير حكيهم غير في ضرابه شويه احنا كنافه لا عندنا اليوم عندنا في الشنطة محمد الانستغرام فضل اي جاسم. معانا في الانستغرام غرض اول شيء يعني كما عودناكم الانستغرام جائزة الانستغرام وتويتر والاتصالات على التخمين اللي في الشنطة 5000 ريال بس الغرض اليوم دسم فانا اخليه عند بسعود انا يعني الشيء هو طبعا موجود في الروشة ووسط البحر ودائما ال 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 الأوروبيين والعرب السواح لازم يمرون على هالشيء يعني شيء وسط البحر وساعات اللي بتسبح يركب فوق ويطب ويسمونه شيء في الشهادات شيء الانتحار معروفة يعني هي وانتوا لو تتابعون مرانا الشاشة تلقونها بالفرنسي شو يسمونها زينة لاروش سفاء لاروش شفا لاروش لاروش بالفرنسي كيف كون يعني ولا ما يحتاج يقول كلكم بتعرفون سهلة ناخذ تقرير عن لبنان ونرجع مرة ثانية لبنان بلد الأرز والقصائد والأغاني وصور بيروت القديمة بلد خرج الرومان منه فترك بعلبك واستوطنه المصريون القدامى والفينيقيون والآشوريون والبابليون والإغريق والرومان والبيزنطيون فلم يبقى على أرض لبنان إلا تراثهم واللبنانيون لبنان بلد مساحته بحجم الحلم أو أكبر 10452 كيلومتر مربع من الفن الجميل والأدب الخالد والذوق الفريد وحوالي 4.5 ملايين من المقيمين في أرض اللبان والبخور وبياض الثلج وضعف عددهم في أرض المهجر سفراء لبيروت القصيدة لبنان بلد السياحة والسماحة
موطن الزيتون والبرتقال والتاريخ المديد، وأغنية لا تفارق القلب، بحبك يا لبنان يا وطني بحبك. أما بيروت فتتخذ شكل الروح في المرآة، وتجدو بأغنية الخلود لبيروت من قلبي سلام لبيروت. أحبك يا لبنان، أحبك يا وطني. رجعنا لكم مرة ثانية، ندش على طول مسابقات، ترى اللي في الشنطة سهل، أعتقد كلكم عرفتوه. على قولة ساعد الفرج يقول صرصخر 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 صرصخر. ناخذ سارة من قطر. سارة. سارة. مساكم بالخير. مرحبا بالنور يا سارة. الله يحفظكم، كل عام وأنتم بخير، مبارك عليكم الشهر. علينا وعليك يا سارة. السؤال الأول يقول، عشان ما نطول، السؤال يقول ما اسم أعلى قمة في لبنان؟ في خيارات، القرن السوداء ولا صنين ولا المنيطرة؟ ساعدني. شنو الثانية صح ولا ما أدري؟ يقولون السوداء. الأولى تأخرت يا سارة. ما عليه. يلا محمد، بساعدكم لكن خلكم سريعين معنا. محمد من قطر. محمد أبو جاسم. السلام عليكم. كم السلام. هلا أبو جاسم، كل عام وانتم بخير. وانت بخير يا أبو جاسم. أبو جاسم سؤالك يقول، ندش على طول في المسابقة. أوكي. سؤالك يقول على احتمالات، من هو المطرب والملحن اللبناني الراحل الذي كان يوصف بأنه عملاق الطرب؟ الله. جوزيف صقر، زياد الرحباني، وديع الصافي. يلا يا محمد ساعدونا، خمن انت. انت خلك وديع ولا زياد؟ يلا زياد. لا خلك وديع معانا انت يا محمد. وديع الصافي. إيه هو ما تعتقد وديع الصافي المفروض. إيه بس انت لا تأخرون علينا. جواهر من قطر. جواهر مساء الخير. مساء النور. معانا يا جواهر، صح صحي لا تنامين. لا ويا هي عقب الفطور، أنا عارف الواحد شوي يرقد. عطونا السؤال. السؤال يقول، في أي عام تأسس الاتحاد اللبناني لكرة القدم؟ 1940، 33 ولا 1900؟ الثاني 33 ولا 40؟ 33. خلينا نشوف. حلو حلو جوار، خلينا نشوف معانا. صح صح شوي. السؤال الثاني قول يا محمد. سؤالك يقول يا جواهر، من هو المخترع اللبناني وعالم الكهرباء الذي لقب بأديسون الصغير؟ تبي احتمالات؟ والله سؤال صعب جواهر. احتمالات. اخذي احتمالات. احتمالات. يلا احتمالات. يلا نشوف الاحتمالات. طوني فاضل، شارل مالك، ولا حسن كامل الصباح؟ حسن كامل الصباح. صباح. اي الصباح، اللبنانيين معروفين. يلا حسن كامل. حلو. زين زين يا جواهر. 3000. الدام ولا هو انتي؟ الدام. انت توكل على الله. قولي الدام باللبناني. الدام. 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 روح. اليوم حلقة لبنان. اكمل المثل التالي، يلي شنهو؟ يلي بياكل العصي. يلي بياكل العصي مش مثل يلي شو اللي ياكل عصي. ايش عليك؟ عطونا خيارات. اللي بعدها والله اعتقد صح، بيعد بيكسر. يلا جوابك صح. زين يا جواهر، 4000. الدام ولا انسحاب؟ انسحاب. طيب ما ادري والله. يلا جواهر، ترى وايد متصلين.
اختاري وقرري. توكل على الله، نتوكل على الله. يلا قدام، قولي قدام. قدام. يلا. يلا، سؤالك يقول يا جواهر، كم عدد أعضاء مجلس النواب اللبناني؟ أوهو. أختي احتمالات. احتمالات؟ ناخذ احتمالات. عطني احتمالات. 128 ولا 127 ولا 132؟ شو تقول انت 132؟ لا اختاري انت. هي قالت 28 يا جماعه. يلا شوف ساعد. خلاص يبقى صح، وحين ما راح نساعدك يا جوار. وصلت لمرحله الحرجه اللي قدام ولا انسحاب؟ طيب انسحاب. طيب يا جواهر قلنا لها انسحاب. 5000 حلوين. ما ادري اللي عندي نص قرون كملي نص قرون. والله كيفك، شاوري اللي عندك، اذا قالوا لك كملي عشان نعطي مجال للاخرين. يلا قدام. يلا توكل على الله. يلا توكل على الله. قدام، قولي قدام. 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 من أقوال جبران خليل جبران: ويل لأمة تلبس مما لا تنسج وتأكل مما لا فراغ وتشرب مما لا تعصر. أعطيني اللي في الفراغ. أعطوا احتمالات. احتمالات يلا. يلا. تحصد ولا تزرع ولا تغرس؟ إيه تأكل مما لا تزرع. شوف زين. 6000 ها يا جواهر. صناديق الحين صح؟ صناديق. هي وصلت الصناديق هي؟ اي تبين الصناديق ولا المبلغ بيروح عليك؟ صناديق عنده نفس المبلغ وعنده نص المبلغ وعنده اضاف المبلغ و15 و2000 و100000 ان شاء الله ل 100000. يلا يلا توكلي على الله. عندك من 1 لـ6 يا جواهر. 100000 100000. اختاري يا جواهر. ناخذ 4. 4 عندك يا محمد. عد الله. الله فين يا محمد؟ محمد في يده. يلا يلا ها انا اجيك. تعال يا محمد تعال. الله الله فيه يا محمد. عد هي وحظها. ليش عادي؟ حرام عليك يا محمد يعني، لو مختاره عندي كان حصلت على الأغلب. هي اختارت 4 يا اخي. هاي جواهر. ما عليه ما عليه، معوضه خير ان شاء الله. كم عندها جواهر؟ كم وصلت؟ 6000. 6000؟ وياكم وياكم مبشر بخير. زين نعطيك 8 وتنسحبين؟ لا نواصل. 10 وتنسحبين؟ بس عود ايش رايك عاد؟ لا تخوفين. والله يا اخ جواهر انا ما اقدر. انت تبين انت 6 تبين 10 وتوكلين على الله وتخلين الكرت لي؟ ها جواهر بسرعه. ايش رايك اخذ الكرت ولا لا؟ والله انا اسال اللي حواليك. اسالينا اسال اللي حذاك. استشير اللي حذاك. انا ما اقدر اقول لك. انا الذيب قاعد في الصاله ويشوفني. ها الوالد يقول لي الكرت. تبي الكرت؟ يعني ما تبي العشره؟ طيع الوالد. والله الوالد بعد كلامه طيب، ما نقدر نقول حق الوالد لا. تبي الكرت؟ الكرت. متأكد؟ الكرت ان شاء الله. الكرت 12000 وتنسحبين؟ لا الكرت. الكرت 15000 وتنسحبين؟ آه جواهر تبي الكرت؟ الكرت. الكرت يبقى نفس المبلغ. قلنا لك يا جواهر لكن مبروك. ما تستاهلين. ما خسرت. ناخذ متسابق ولا شنو؟ منو؟ والله ما اسمعكم زين. فؤاد من لبنان. فؤاد من لبنان. فؤاد مرحبا كيفك؟ هاي سفاح. مرحبا السلام عليكم. عليكم السلام. هاي كيفك سفاح؟ سفاح بالفرنساوي. فؤاد. ايه سفاح سفاح. فؤاد فؤاد شنو في الشنطة يا فؤاد وانت لبناني؟ الشنطة فيه شيء على الروشة وسط البحر وجات من الزلزال.
ومعروفة وكبيرة وقصر على التلفزيون ما بتعرف؟ صخر انا الصوت عندي عم بيأخر ما عم بسمع مزبوط. زين انت قصر على التلفزيون واسمعني من التلفون يا فؤاد. ايه يلا اوكي قفلون التلفزيون. عطونا السؤال الاول الله فؤاد ما كان معنا. السؤال الاول يقول لماذا أيوة. سمي نهر العاصي بهذا الاسم؟ نسبة لمن لا لمن اكتشفه لأنه يقع في منطقة العاصي لأنه يسير في مجرى مخالف لا. لأنهار الشام. جواب رقم ثلاثة. ثلاثة أعطيك ثلاثة يا فؤاد. السؤال الثاني يا محمد شو يقول؟ سؤالك الثاني يا فؤاد بألفين ريال من هو الروائي اللبناني الذي صنفت روايته طواحين بيروت ضمن أفضل 100 رواية عربية؟ تبي احتمالات؟ احتمالات ولا تعرف يا فؤاد؟ فؤاد احتمالات نشوف الاحتمالات. توفيق يوسف عواد الياس خوري ربيع جابر. توفيق والله يوفقك. عواد ترى صوتكم اليوم ما يسمع. يلا حلو السؤال الثالث يا فؤاد. فؤاد إذا ما أخذت احتمالات الضعف المبلغ يصير ضعف، إذا أخذت نص المبلغ، في أي عام تم تنظيم أول سباق رالي للسيارات في لبنان؟ معروفة عندكم. هذه شوية تاريخ، أعطونا احتمالات يا فؤاد. احتمالات احتمالات. 1945 ولا 50 ولا 52 يا فؤاد؟ بسرعة يا فؤاد خمن يا فؤاد اختار يا فؤاد يلا فؤاد يا فؤاد ما عندكم فاصل؟ نزار من لبنان الو يا نزار الو مساء الخير مساء الخير يا نزار مساء النور شو اخباركم تمام؟ بونسوار رمضان كريم كل عام وانت بخير وانت بخير يا نزار انت معانا من اول حلقة شفت اللي السؤال اللي في الشنطة؟ لا والله بصراحة بشوي صرت معك خلاص حنعيد لك السؤال اذا بتريد اذا بتريد ناخذ السؤال السؤال على الشاشة شو يقول يا محمد؟ اكمل المثل التالي على الوعد يا كمون الله عليك يا كمون صح السؤال الثاني يا محمد يقول سؤالك الثاني يقول يلا بسرعة يلا محمد شو يقول سؤالك ما هو عدد محافظات لبنان عدد محافظات لبنان اي سبعة نشوف تبي احتمالات خذ خيارات خذ خيارات خذ احتمالات بسرعة عطوا خيارات كل احتمالات خمس محافظات ثمانية ولا عشرة ما في سبعة ما في سبعة شفت يلا اختار ما في سبعة سبعة زيد عليها واحد ثمانية ثمانية حلو حلو قربت يعني عشان شي ساعدناك يلا سؤالك الثالث من هو أول قائد مسلم دخل لبنان؟ هاي نزار تبي احتمالات؟ كمان مو معروف احتمالات أعطوا احتمالات يا جماعة نشوف أبو عبيدة بن الجراح موسى بن نصير عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب يا نزار يا نزار استعجلت هو أبو عبيدة الجراح أعتقد صح؟ إيه صح إيه معلش يا نزار مبروك 2000 ريال ناخذ فاصل ونرجع لكم مرة ثانية رجعنا لكم مرة ثانية من ديرة الطيبين كل يوم أنا رحال من معانا علشان ما نطول على المتسابقين لأن البدالة بتنفجر محمد من قطر محمد السلام عليكم عليكم السلام مرحبا يا أبو جاسم
مساك الله بخير استاذ. مرحبا، تعرف شنو في الشنطه يبا؟ لا ما لي في الشنطه. يلا يبا دش اسئله، اعطوني السؤال. السؤال الاول يقول ما هو الاسم القديم لمدينه صيده؟ احتمالات قدامك، عبدون ولا صيدون ولا عكار؟ يعني الله يحفظك، هنا على نفس الوزن يا اخي. صيدون. شوف زين، سؤال ثاني. ما اسم المدينه اللبنانيه التي تسمى عروس البقاع؟ احتمالات، عطوه عروس البقاع، بعلبك ولا زحله ولا حبيب ولا جميل. ولا جبيل؟ شنو الله يسلمك؟ عروس البقاع، بعلبك ولا زحله ولا جبيل؟ شنو خلص الوقت وانت رايح تفكر يا ابو جاسم، الله يهداك. بس 2000 ريال حلوين من عاشة من قطر. عاشة. عاشة. السلام عليك. عليكم السلام. عاشة كم عمرك انت؟ 23. 23 شاطرة، حد حواليك؟ ايه الوالدة. يلا ان شاء الله توفقين. محمد عاشة، سؤالك الاول يقول ساعدوني يعني ما عرفتي عن لبنان؟ لا ان شاء الله تعرفين، والدة تعرف. متى ابرم اللبنانيون اتفاق الدوحة؟ 2007 2008 2009؟ ايه قام عندنا هنا اتفاقية الدوحة. ساعدوني عاد. انت جاوبي. 2000 وكم؟ 2000 اعتقد. 2009؟ 2008 قلتي؟ 2008. 2008. لا قالت 2008 ولا 2009 قالت؟ صح 2009 صح. قالت 2008، 2009 قالت؟ احنا ما نسمع. محمد. الو ابو جاسم. الو ابو جاسم. والله بخير. مساك الله ابو جاسم. هلا والله بخير. كيف الحال يبا؟ محمد شنو بالشنطة يبا؟ والله ما ادري. معروفة سعد الفضل يقول صرصخر صرصخر صرصخر. ايه او صرصخر ما ادري. يلا ابو جاسم ناخذ السؤال الاول. سؤالك يقول يا ابو جاسم، من هو الشاعر اللبناني الذي تغنت أم كلثوم بقصيدته هذه ليلتي؟ جوزيف حرب، سعيد عقل، جورج جرداق. جرداء. ما أدري، فزعتكم. جاوب أنت. أول ولا الثاني؟ على جورج قرداحي. جورج. يا جماعة جاوب صح. يا محمد من الاردن ما شاء الله كلهم. محمد من الاردن يا سمي. كم السلام. الله يمسيكم بالخير. مرحبا يا نشامة. الله يمسيكم بالخير. الله يمسيك بالخير يا محمد. من وين من الاردن يا محمد؟ من الكرك. بالنعم والله، حيا الله النشامة. اول شيء حمام التهنئه بمناسبه شهر رمضان لمقام سمو الشيخ تميم، الله يطول عمره ومقام الوالد. الله يحفظه. اللهم امين. الله يخليك. يلا سؤالك يقول يا محمد، ندش في المسابقه. متى تاسست الوكاله الوطنيه للاعلام اللبنانيه؟ ب 1961 65 ولا 70؟ ولا مساعده. انت اختار. أنا أقول 65. نشوف. ولا مساعدة. والله أنا أزعل إذا وايد يسقطوا، والله وايد. نورة من قطر، وهذا أول سؤال، شو يقول؟ نورة شنو في الشنطة يبا؟ نورة. هلا. شنو في الشنطة؟ والله مو عارفة. والله سؤالنا سهل. فراشة. وفوق يطبون اللي بيتسبحون يركبون فوقها زين. حطوا لنا سؤال. سؤالك يا نوره. قول يا محمد. ابو الزلف ولا ابو الزلف شخصية في مسرحيه لزياد الرحماني، ما هي؟ هاي فيلم امريكي طويل نزل السرور.
ها؟ ممكن تساعدوني؟ ممكن نساعدك؟ ايه؟ يقول لك الزلف شيء ما يفيد، يعني ها سوري راح الوقت يا نوره، راح الوقت. انتم اختاروا عشان احنا نساعدكم، لان كذي يتثبت الجواب فيوقف الوقت شوي. الكمبيوتر بنفسه خلاص ما يغير. افراح من قطر، افراح. السلام عليكم. عليكم السلام. اي يعطيكم العافيه، مبارك عليكم. افراح خليك معانا ونبي حركه، واذا لقيتي نفسك تعرفين جاوبي، واذا لقينا احنا بعدين ممكن نساعدكم، لكن مو من اول سؤال. الله يرضى عليك. يلا افراح، يلا في الشنطه شنو افراح؟ ولا السؤال شو يقول؟ من هو اللبناني الذي اصبح مخترع العام في امريكا برصيد 120 اختراع؟ حسن كامل الصباح، رمال حسن رمال، ولا وائل ابو شقره؟ وشقره. في مطعم كذي ما من يعني ابو شقره، ابو خضره، ابو حمراء. ابو شقره. ابو شقره ان شاء الله. افراح السؤال الثاني. نعم الثالث. لحظه شوي، السؤال الثاني توش على الثاني. نعم. اختيرت مدينه جبيل عاصمه للسياحه العربيه لعام كم؟ ولا تبين خيارات؟ عطني خيارات. عطوها خيارات، عطوها افراح خيارات. 16 2015 2014. يا افراح ساعدني الله يرضى عليك. يعني احنا اقول السنه الجايه سنه كم احنا؟ احنا اليوم احنا ب 16. زين زين 3000. ها بتوصلين قدام ولا انسحاب؟ ساعدوني الله يرضى عليكم. ساعدناك عن سؤالين، ساعدناك غيرك بيزعل، فما يصير. ما ادري اسئله والله. اسئلتنا سهله والله سهله. تعطوني اخر سؤال تساعدوني فيه؟ شلون؟ لا احنا ساعدناك افراح، افراح احنا ساعدناك، واذا طلع السؤال ممنوع الانسحاب. بتواصلين يعني؟ اختاري بسرعه. يلا ان شاء الله. يلا خلاص اخر سؤال ان شاء الله. يلا عطوها سؤال. ما اسم المتحف اللبناني الذي يحتوي على سير شخصيات من القرنين 19 و20؟ تبي احتمالات؟ متحف؟ ايه احتمالات؟ نشوف الاحتمالات. قصر السلطان، قصر موسى، ولا قصر عيسى؟ عيد الاحتمالات. قصر السلطان، ولا قصر موسى، ولا قصر عيسى؟ بسرعة ساعدوني. اقول ساعدوني ولا اقول؟ قولي وخلاص. منهم؟ تهاني من قطر. يا هلا تهاني، مساء الخير يا تهاني. مساء النور. تهاني شنو في الشنطة؟ 5000 ريال عليها إن شاء الله. شنو في الشنطة؟ والله ما أدري. عطونا السؤال. أوكي يلا قول يا محمد. أكمل المثل التالي، البحصة بتسند. شو هالمثال يا زينة؟ شو هالحكي؟ خابية ولا شجرة ولا الأعوج؟ البصمة تسند. ال خابية ولا شجرة؟ ال الأعوج. لا لا والله أنا ما كنت أعرف بعد. قالت خابية صح. تهاني إيه إيه. يلا السؤال الثاني يا تهاني، ركزي معانا. تهاني يقول من هو ثاني رئيس جمهورية لبنان بعد إعلان الاستقلال؟ تبين احتمالات؟ ثاني رئيس جمهورية لبنان. 10 ثواني يا تهاني. ممكن إجابات؟ يلا نشوف الاحتمالات. عطوها. خلاص. كميل شمعون ولا رياض الصلح ولا فؤاد شهاب؟ كميل شمعون ولا رياض الصلح ولا فؤاد شهاب؟ كميل شمعون. كميل. لا ترددين، قولي عد 3 مرات، اكثر من شي ما اقدر اغشش. تضيف فوق بيسندرنا.
عارفه بعدين عقب الحلقه بيقول ليش غششتم؟ لا يعطيك العافيه. يقول ما يقول ان شاء الله ما يقول. اعطونا ما اسم اول دار للنشر في لبنان؟ ها اجابات ممكن؟ يلا احتمالات سريعه. دار المشرق ولا دار العلم للملايين ولا دار الكتاب العربي؟ دار الكتاب العربي؟ لا 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 دار العلم الملايين. دار العلم حقه تغير يا جماعه ما انتهى الوقت. حلو ما انتهى الوقت من حقه تغير يا اخي. انا اقول انسحبي لان اللي جاي صعب. انسحب؟ كيفك؟ انا نصيحتي يعني انسحب. في سؤال ولا في الصناديق؟ لا الحين باقي لنا كم سؤال باقي لنا؟ سؤال واحد اعتقد. يا علي كم سؤال باقي لنا؟ سؤالين. سؤالين. الثالث كان صعب؟ وبعدين توصل الصناديق. ما نعرف السؤال يا تهاني يمكن احنا. كمبيوتر يختار. يمكن احنا ننصدم معاك. هاي يا تهاني بسرعه. خذي قرار بسرعه. خلينا شاورهم. أربعة ما في وقت يا جوار وراش من التصليح. حتى خلاص اللي ياخذ قرار المفروض له ثواب. انزين لو اخذت لو ان كملت وخسرت راح ارجع للصفر؟ لا 2000 ترجعين لل 2000 لل 2000؟ ايه يعني ما انت بخسران ان شاء الله. يا تعالي يلا عطونا متسابق غيره خلاص. خلاص مشكوره 4000 واخذي قرار وعطونا متسابق. 4000 مبروك يا تعالي لان هم الوقت في ناس قاعدة تنتظر. عاشة من الدوحة عاشة. عاشة. مرحبا الله بالخير. مرحبا يا عاشة، شكرا الله بالخير. مرحبا يا عاشة. عاشة شنو في الشنطة؟ شنطة ايش فيها؟ هي صورة مو هي موجودة. لأنها وايد كبيرة. احنا نجيب صورة منها نحطها هنا. نحط صورة من الشهداء اللي هي صار صخر. تعرفين شنو في الشنطة ولا تبين أسئلة؟ عاشة انقطع الخط ولا شنو يا جماعة؟ عاشة معنا عاشة من قطر. عاشة رشا أعطونا رشا. رشا من وين؟ من قطر. رشا من قطر. رشا مساء الخير أعطونا السؤال. السلام عليكم. عليكم السلام. أعطونا السؤال. السؤال يقول يا محمد. سؤالك يا رشا، في أي عام أعلن قيام الجمهورية اللبنانية؟ أعلن 1946 قدامك. 46 ولا 36 ولا 26؟ 46. نشوف هي الإجابة. 26. من معانا غير هارد لك يا رشا. إيناس من لبنان. إيناس الو. مرحبا يا إيناس. مساء الخير. رمضان كريم. كل عام وانت بخير. هلا. شوف الشنطة. احكي. شوف الشنطة. الشنطة؟ شوفيها. شيء شارع الروشة. الناس بتطب وبينتحروا منها. شو يسموها؟ وانت لبنانية. شنطة الروشة يعني؟ لا، في شيء موجود في شارع الروشة وسط البحر. هو معلم عندك. بالروشة، صخرة الروشة. يا سلام. خليك معنا لين آخر الحلقة. هي صخرة الروشة. أعطوني السؤال الأول حق ناس. السؤال يقول: من هو مؤلف النشيد الوطني اللبناني؟ مؤلف نشيد الوطني اللبناني؟ رشيد نخلة، الأخطل الصغير ولا هنري صغيب؟ أول احتمال. زين يلا يا إيناس. حلو يا إيناس شاطرة. السؤال الثاني: ما اسم أكبر محمية طبيعية في لبنان؟ الاحتمالات نص المبلغ. إيه بدك احتمالات؟ احتمالات صح. أعطوا احتمالات. محمية حرش أهدم ولا محمية أرز الشوف ولا محمية جزر النخيل؟ أرز الشوف صح. حلو زين. 3000. سؤالك الثالث انت دخلت احتمالات نص المبلغ، تجاوبين المبلغ يتضاعف بدون احتمالات.
تفضل يا محمد. يلا ايناس سؤالك الثالث خليك سريعة، متى انضم منتخب لبنان لكرة السلة الى الاتحاد الدولي لكرة السلة؟ تبين احتمالات؟ اي تواريخ لازم احتمال. احتمالات نشوف الاحتمالات. احتمال يا زينة ما بدنا تواريخ. 1977 ولا 1960 ولا 47؟ يلا يا ناس جواب الثالث نشوف. حلو 4000 يا ناس برافو. ها انسحاب ولا بدك قدام؟ وإذا تكمل يعني عاد تكمل؟ إيه كملي من حقك صفا. أكمل لك كملي لك هان سؤالك. كملي لك سؤالك الرابع. سميت بيروت بهذا الاسم بسبب سهل. ما سمعت السؤال. سميت بيروت بهذا الاسم بسبب واخذ احتمالات بسرعة. أوكي احتمالات. عطوا احتمالات عشان ما يبقى. كثرة الآبار، كثرة الصخور، ولا كثرة الأشجار؟ إيناس الوقت يا إيناس. الثاني هو بيروت. كثرة الآبار أعتقد. أي هي كثرة الآبار. من معانا حياة خذها يا محمد. حياة من وين؟ من قطر؟ حياة من قطر. إيه. حياة من قطر. حياة سؤالك يقول هيا 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 شنو في الشنطة يا هيا؟ صخرة الروشة؟ كنا صح ما أدري. خلك معنا وبنشوف. هيا سؤالك يقول سؤالك الأول على احتمالات، من هو الروائي والصحفي الذي من مؤلفاته ليون الأفريقي؟ أمين معلوف، سليمان البستاني، ولا إلياس خوري؟ هيا هيا هذاك نبيل معلول غير المدرب. ايه هذا امين. ها ثالث واحد. ثالث لا قررنا لك امين مع نبيل معلول معلوف. مين معنا؟ ناخذ فاصل ايه. تعبت انت يعني؟ ها تعبت انت عشان نوقف هنا؟ لا يلا فاصل ونرجع مره ثانيه. رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم برنامج المسابقات رحال، معنا حمد من قطر. حمد أبو شهاب. حياكم الله. هلا مرحبا يا أبو شهاب. أهلين أبو سعود. حمد تعرف شنو في الشنطة يا حمد؟ لا والله ما أعرف. أعطونا السؤال عشان ما نضيع وقتك. السؤال يقول ما هي القلعة التي عرفت باسم قلعة الاستقلال؟ صيدا، شقيف، ولا راشية؟ والله هذه راشية راشية اسمها شوية راشية. راشية ايه راشية راشية راشية. زين السؤال الثاني يا ابو شهاب. سؤالك يقول من هو اللبناني الذي حاز على لقب بطل العرب في حمل الاثقال في عام 2010؟ هاي حمد. هاي حمد تبي احتمالات؟ أعطوا احتمالات. أعطوا احتمالات. يلا أحمد البواب، محمد مولوي، ولا علي زعيتر؟ والله هو على وزن خبر الزعتر والصفيحة الأول في المدارس. علي زعيتر. زين زين يا أبو شهاب عاد الحين شد حيلك على السؤال الثالث. ما راح نعلمك يا أبو شهاب. يلا السؤال الثالث. في أي عام استضاف لبنان كأس آسيا ال 12 لكرة القدم؟ ها احتمالات؟ أعطي احتمالات. أعطوا احتمالات حق حمد يستاهل. 2000 2014 ولا 1990؟ 2000. اختار يا حمد. 2014. 2000 كنا قلنا 2000 و2000 ريال لك تستاهل مبروك. من معنا
سالم من مرحبا. قطر سالم مرحبا مرحبا يا ابو غنيم يا مساء الخير يا مساء الورد سالم ندش في السؤال على طول نعم يلا اعطونا السؤال سؤالك يقول ما اسم الشاعر اللبناني الملقب بالاخطل الصغير رشيد نخلب شارع الخوري ولا سعيد عقل يا سالم لك بشارة طيبة هلا بشارة طيبة اقول ان شاء الله يا سالم سرعة بشارة خليك سريع يا سالم يلا عطى السؤال يا محمد سؤالك الثاني يقول ما هي الحضارة التي ازدهرت في لبنان لحوالي 2500 سنة ازدهرت تبي احتمالات أكيد احتمالات نشوف هي الفينيقية ولا الآشورية ولا العثمانية 2500 سنة عطني اختيار بسرعة الفينيقية نشوف حلو حلو يا سالم يلا فالك الصناديق يا ابو غنيم السؤال اللي عقبه مؤلف موسيقي وفنان لحن وغنى العديد من قصائد الشاعر محمود درويش شاعر فلسطيني المعروف تبي احتمالات تبي احتمالات يا سالم ولا تعرف احتمالات يقول احن الى خبز امي قاسم حداد عبد الحليم كركلة ولا مرسيل خليفة مرسيل خليفة اعتقد ولا قاسم حداد ولا عبد الحليم كركلة الله مرسيل خليفة مرسيل خليفة هو اللي غنى احن الى خبز امي نعم سؤال الرابع اطول انهار لبنان هو يا سالم تبي احتمالات سالم ايوه احتمالات عطني بديت خاشم يلا بانياس ولا الليطاني ولا برده هاي بتوكلت فيها اثنين الليطاني شوف يا سلام حلو على قول سالم 5000 ولا متواصل قدام سالم باقي لك سؤال قدام سؤال على الصناديق قدام يلا السؤال يقول في أي سنة أعلن استقلال لبنان دشينا في التواريخ تبي احتمالات يلا حلو خذها بسرعة احتمالات يلا 1943 ولا 40 ولا 50 1943 ما شاء الله حلو يا سالم حلو يا سالم سالم الصناديق ولا تهون يا سالم قد الصناديق واختار يا سالم ما عندنا وقت سرعة من 1-6 بدون 4 اختار يا سالم يلا يا سالم 5 خمسة وين هذا؟ عندك هذا اللي هو؟ ايه شفي عاد 5 سالم كم وصل سالم؟ هلا والله ولد كم؟ 6000 6000 ليش عاد اخترت 5 كان اخترت 6 ولا 4 ولا يعني سالم سالم انت حظك يعني اي شلون يا ليتك حظك براقله يسمونه شوي يعني سالم ليتك مختار صندوق غير 6000 والحين نزلت لين لكن هذا لانك انت جاوبت وذكي وتستاهل كل خير تستاهل انا بشتري منك الكرت بنفس المبلغ 6 موافق لا قدام اللي في الكرت يا ريال اسمع كلام 8000 زين اي كرت وبيض الله وجهك لا يا اخي انت من حقك تختار يا تختار الكرت يعطيك 8000 والف مبروك تستاهل انت ما تقول كلامك طيب لكن اللي في اي كرت تاخذ 10
تاخذ 10. اي كرت يا اي كرت اي كرت سالم تاخذ 10 وتوكل على الله. خلي هيكرت يا رجال. 12 سالم. لا ابي الكرت. تبي الكرت؟ زين ابي الكرت. الكرت مبروك. نعم 15,000 ريال. هلا تستاهل تستاهل يا سالم. مبروك تستاهل. الحين نسحب على الانستغرام ما شاء الله. اليوم وين اليوم؟ بطل الشنطه. ايه يلا الشنطه اليوم في صخره الروشه ويسمونها صخره الانتحار وصخرة الشهداء وموجودة هي في البحر في الروشة على الكورنيش ويصير معلم من معالم لبنان الشقيق. احنا وين الصورة عندك يا محمد؟ اي نعم هذه صخرة الشهداء. احنا نختار الفائز. نختار يا علي الفايز. ما شاء الله اليوم يلا زحمة اليوم. الفايز معانا أو الفايزة سندس طارق البلوشي. سندس طارق البلوشي ألف مبروك فزتي معانا ب5000 ريال بمشاركتك في مسابقة الشنطة. استهلين وألف مبروك. مبروك يا سندس. اليوم مودعكم ما حد خذ 100,000 بس ان شاء الله باكر تاخذون 100,000. باكر عندنا حلقه الجمهوريه العربيه الليبيه وان شاء الله كلكم تفوزون. راجعوا عن ليبيا واسئلتنا سهله وتصبحون على خير. مع رحال. مع السلامه. عاشق أنا الترحال ومن ديره وديرة جايب معاي سؤال. رحال أنا رحال وعاشق أنا الترحال جايب معاي سؤال. معلومة أو معلم ولا مثل ينقال واللي يجاوبني يبشر بطيب الفال. معلومة أو معلم معلم ولا مثل ينقال واللي يجاوبني يبشر بطيب الفال.